الولايات المتحدة الأمريكية قامت برفع السرية عن تقرير خطير للغاية مرتبط بالأمن القومي العراقي بشكل مباشر، وتم تعميم هذه المعلومات وهذا التقرير من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي بهذا الشكل. وما عممته هو الكتاب الخاص والقادم من وزارة الخارجية العراقية التي وضحت تماما بأن هذا التقرير الاستخباري تمكنت وتحصلت عليه السفارة العراقية الموجودة في العاصمة الأمريكية واشنطن، وأن هذا التقرير الاستخباري هو قادم من الـ NIC وهي National Intelligence Council، المجلس الاستخباري للأمن القومي الأمريكي. وبالإضافة إلى ذلك أن هنالك 18 جهازا استخباريا أمريكيا وضعوا تقييماتهم ووجهات نظرهم في هذه القضية الخطيرة والمعلومات الخطيرة المرتبطة بالأمن القومي العراقي. والحديث هنا بشكل مباشر عن التغير المناخي Climate Change، وجد هذا التقرير بأن هذا التغير في المناخ سيؤدي إلى أضرار كبيرة وخطيرة جدا في الأمن القومي، وهذه المرة الأولى التي يدخل فيها التغير المناخي في هذه المسائل الخاصة. وما هو التغير المناخي لكي نعرف هذا الموضوع؟ ببساطة أن هذا الموضوع، هذه هي الكرة الأرضية طبعا كما هو واضح، وأن في الكرة الأرضية كما هو معروف أن هنالك غلافا جويا، أشعة الشمس في طبيعة الحال عندما تأتي وتصل إلى الأرض فإنها تنعكس بهذا الشكل من الأرض، وطبعا عند انعكاسها هنالك في الغلاف الجوي عددا من الغازات، وهذه الغازات تحافظ على جزء من هذه الحرارة التي انعكست من أجل إبقاء درجات الحرارة مقبولة بالنسبة إلى الكرة الأرضية. ولكن بسبب أنشطة الإنسان على مدار مئات وعشرات السنين من ناحية سياقة السيارات على سبيل المثال، المصانع، رمي النفايات، حرق الغاز، الحروب وغيرها، كل هذه أدت إلى زيادة نسبة ثنائي أكسيد الكربون وغاز الميثان وغيرها من الغازات في هذا الغلاف الجوي. وبالتالي بالنسبة إلى الأشعة المنعكسة من الأرض أو المرتدة بهذا الشكل، هذه الأشعة أصبح هنالك مشكلة فيها بأنها لم تعد قادرة على الارتداد بهذا الشكل، وبالتالي أصبحت الحرارة تقف بهذا الاتجاه، وبالتالي أصبح الغلاف الجوي تغلق ويكون هنالك الاحتباس الحراري الذي نسمع عنه كثيرا، وهو السبب الكبير جدا هو ارتفاع هذه الغازات وغازات أخرى في هذا الغلاف الجوي، وبالتالي ترتفع درجة حرارة الأرض بشكل كبير، مما يؤثر مباشرة على الحيوانات، على النباتات، على الإنسان نفسه. وستجد بأن هنالك مشكلة في المناخ، ستجد فجأة بأن الحرارة عالية للغاية، أن هنالك أمطارا كثيفة على غير العادة وما هو معتاد عليه، وكذلك ستجد بأن هنالك عواصفا خطيرة للغاية تجري بشكل غير معتاد وغير طبيعي. وهذا بالضبط الذي نراه في العراق اليوم من هذه العواصف الترابية، هي كلها بسبب الكلايمت تشينج أو التغير المناخي الذي نراه بهذا الشكل. هذا التقرير الأمريكي تحدث في هذه المسألة وقال بأن هنالك 12 دولة، هذه الدول هي المعرضة إلى الخطر مع منطقتين إقليميتين، هي مهددة بشكل خطير للغاية في مسألة أمنها القومي بسبب هذه التغيرات التي ترونها. وطبعا واحدة من الدول وكما هو معتاد بالنسبة للعراق هذه الأيام هو العراق، بشكل طبيعي هو موجود في هذه القائمة. بالنسبة إلى العراق وبالنسبة إلى هذه الدول المذكورة في هذا التقرير الاستخباري بأنها ستعاني خلال 18 عاما القادمة، والحديث هنا إلى التقييمات إلى ما سنصل إليه في عام 2040 على مستوى الغذاء، سيعاني العراق كثيرا، سيعاني العراق أيضا في الوصول إلى المياه العذبة، سيعاني في مسألة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى ذلك أن هذا التغير المناخي سيؤدي وسيقوم وسيحقق أضرارا كبيرة جدا في البنى التحتية الموجودة للبلاد، وسيؤثر على الطاقة كثيرا، بل بأنه أيضا في الوصول إلى إمدادات الطاقة سيكون هنالك تأثيرا خطيرا على هذه المسألة. ويجب أن ننتبه أن في عام 2040 أيضا هنالك تقارير كثيرة طلع عليها الجميع بأن ستكون هنالك مشكلة على مستوى الوقود الأحفوري أو النفط بشكل مباشر في هذه المسألة، وبالتالي العالم بدأ يتوجه كما نعلم إلى الطاقة المتجددة، وأنهم تركوا قضية وسيتركون قضية الطاقة الغير متجددة المتمثلة بالنفط بشكل مباشر. وهذه القضية طبعا وهذه العوامل المذكورة في هذا التقرير هي ستؤدي بحسب هذا التقرير الصادر من هذا المجلس الاستخباري الخطير المتعلق بالأمن القومي الأمريكي والذي يتحدث عن العراق إلى زعزعة كبيرة جدا في الاستقرار في الداخل العراقي، وهذا ما ذكر من نص في هذا التقرير الخطير. قال إن أي انخفاض في عائدات الوقود الأحفوري لتلك الدول
من شأنه أن يضع عبئاً أكبر على حكوماتها والتي من المتوقع لها أن تتضرر بشكل أسوأ من تغير المناخ، مما سيدفع هذه الدول إلى طلب المساعدة الخارجية. المشكلة بالنسبة إلى العراق حتى هذه اللحظة لديه بنية تحتية ضعيفة على مستوى الطاقة المتجددة والاعتماد تماماً على النفط وعلى الغاز وعلى هذه التفاصيل، بل إن أيضاً العراق الآن من خلال تصنيفات حرق الغاز هو يعتبر أعلى ثاني دولة على مستوى العالم بعد روسيا في عملية حرق الغاز. بالتالي العراق هنا سيكون في مشكلة حقيقية جدا على مستوى النفط الذي نتحدث عنه بكل تأكيد، وعلى مستوى عدم وجوده في خارطة الطاقة المتجددة. وبالتالي هنالك أيضا تقريرا آخر كان صادرا من كاربون تراكر وثبتته البي بي سي، تحدث بأن بمجرد الدول التي هي بدأت تتوجه وتعمل على الطاقة المتجددة مثل المملكة العربية السعودية، مثل الإمارات العربية المتحدة، بمجرد ما يصلوا إلى عام 2040 سيكون هنالك اعتمادا كبيرا إلى الطاقة المتجددة. وبالتالي الدول التي لا زالت تعتمد على الوقود الأحفوري، على النفط وعلى هذه التفاصيل والمنتجة إلى النفط مثل الدول الشرق أوسطية، مثل العراق تماما، ستعاني كثيرا. ودعونا نرى ما قاله هذا التقرير العام الماضي في شهر فبراير. قال أن بعض الدول النفطية قد تخسر 40% من ميزانيتها مع توجه العالم للتقليل من استخدام الوقود الأحفوري والتحول العالمي المطرد إلى الطاقات المتجددة. وأضاف ويقدر إجمالي خسارة الإيرادات التراكمية لجميع البلدان المنتجة للنفط بحلول عام 2040 بنحو 13 تريليون دولار، بالإضافة إلى ذلك بأن هذه الأعاصير والعواصف التي تحدثنا عنها بحسب هذا التقرير الاستخباري الأمريكي تحدثت بأنه سيتسبب بعملية تلوث كبيرة في مصادر المياه وفي المياه بشكل عام، وهذا ما سيتسبب بوصول حمى الظنك إلى الداخل العراقي. هذه الحمى التي من المفترض والتي تأتي من البعوض بشكل مباشر، من المفترض أن تكون هي موجودة في المناطق الاستوائية أو شبه الاستوائية مثل جنوب شرق آسيا، مثل ماليزيا أو أندونيسيا أو تايلاند على سبيل المثال. وبالتالي هذا المرض الخطير جدا من الممكن بحسب هذا التقرير أن يدخل إلى العراق إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه. وبالتالي من هذا المرض لكي نعرف بسرعة ما الذي يجري إذا ما تعرضت هذه البعوضة إلى أي إنسان، سيتعرض إلى أوجاع وصداع بكل تأكيد. يكون هنالك أوجاع في العيون، هنالك أوجاع في المفاصل، تقيؤ، أوجاع كذلك في العظام، وبالإضافة إلى ذلك سيكون هنالك muscle pain، أوجاع في العضلات، وكذلك high fever، أي حرارة عالية جدا، وستكون هنالك وسيكون هنالك انخفاضا في كريات الدم البيضاء وهي تهدد حياة الإنسان. وليس هنالك علاجا إلى حمى الظنك حتى هذه اللحظة، وبالتالي دخولها سيكون خطرا كبيرا للغاية على العراق. وبالتالي السؤال الأهم، لماذا وصلنا إلى هذه النقطة؟ هل هو الإهمال؟ هذه القضية ذكرتها وتحدثت عنها إيسن Organization for Human Resource، وهي طبعا منظمة إيسن لحقوق الإنسان، تحدثت بالتفاصيل قبل 3 أيام عن لماذا وصلنا إلى هذه النقطة بهذا الشكل، ووضعت عددا من الأرقام المثيرة التي يجب أن نتعرف عليها. وهي قالت بأن في الداخل العراقي أساسا هنالك 69% من الأراضي التي هي تعتبر متدهورة. وهذه الأراضي لماذا اعتبرتها متدهورة؟ لأن هنالك 15.6% من هذه الأراضي هي متصحرة تماما، وأن هنالك 53.9% من الأراضي المهددة بالتصحر. وبالنسبة إلى الغابات الطبيعية والغابات الاصطناعية، ما هو موجود في العراق هو يشكل 1.6% فقط. وبالتالي نحن نرى ما نراه من هذه العواصف الترابية، ونرى ما نراه من كل ما يجري من هذه الأتربة والعواصف التي توقع نفس هذه المنظمة توقعت بأنها ستزداد بشكل كبير، حيث أنها وجدت بحسب الإحصائيات الخاصة بها بأن هنالك 122 عاصفة ترابية في العراق تحققت خلال 283 يوما، بل إن هذا العدد بالنسبة إلى هذه العواصف سيزداد، سيصل إلى 300 أيام مليئة بالغبار في العراق ستكون في السنوات القادمة. وبالتالي لدينا فقط 65 يوما ستكون هي أياما بدون أي غبار أو أي من هذه الأمور. وبالتالي الوضع فعلا صعب للغاية بالنسبة للعراق في السنوات القادمة إن لم يتصرف في هذه المسألة. بل إن الكارثة الكبيرة التي جاءت والتي
وردتنا اليوم وانتشرت في كل مكان هي هذه الصورة إلى هذا الشخص الذي ظهر فجأة وهو يسير على نهر دجلة بجانب جسر الجمهورية وكأنه الساحر الأمريكي كريس أنجل وهو يسير على المياه، ولكن في حقيقة الأمر هو صبي عراقي مواطن عراقي يسير على مياه نهر دجلة بهذه الطريقة، لأن النهر ومنسوب المياه انخفض بشكل خطير للغاية بسبب الإهمال، بسبب عدم التصدي إلى هذه الملفات على العديد من المستويات، وكذلك أن هذا الاحتباس الحراري الذي نتحدث عنه والتغير المناخي من الممكن أيضا أن يجعل مناسيب المياه أقل بكثير، وبالتالي قد نصل إلى لحظة بأننا سنرى نهر دجلة لا سامح الله بأن يكون جافا تماما، وأن يشيد ملاعبا لكرة القدم ويقول بعد ذلك بأن كان هنالك نهرا عظيما في هذه المنطقة، وبالتالي العراق فعلا في لحظات صعبة للغاية، وقد تكون هنالك أولوية قصوى مطلوبة من العراق للتصرف تجاه هذه المسألة، وإلا فإن العراق سيدفع الثمن غاليا إن لم يكن هنالك من يتصدى إلى هذه المسألة بكل تأكيد.